الحكومة تتجه نحو تخفيض قيمة العملة الوطنية مرة أخرى خلال 2021، خيار دافع عليه وزير المالية أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، فأي دوافع خلف القرار؟ الهدف منه هو استقطاب المستثمرين الأجانب. لما يجوا عندنا مستثمرين أجانب بطبيعة الحال راح يكون استثمار، راح يكون حركة في الاقتصاد الوطني، راح يكون بناء مصانع ومعامل، راح تكون هناك مناصب عمل ومناصب شغل، وراح يكون إنتاج وطني. هذا هو الهدف منه، وفي نفس الوقت هو رفع من قيمة ميزانية الدولة بحوالي 5%. وزير المالية كشف اللبس أيضا عن وجهة الأموال المطبوعة. حسب تقرير مجلس المحاسبة، الأموال الجديدة وجهت لتغطية احتياجات الخزينة العمومية. نقيم ولازم ضرورة تقييم أين ذهبت هذه الأموال، وراح نشوف مستقبلا إذا كانت فعلا كانت فيه فائدة وراحت إلى الوجهة التي كان مقرر أن تذهب إليه. الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك دخلت على الخط وحذرت من تراجع مستوى القدرة الشرائية للجزائريين أكثر ما يفاقم من وضعيتهم، مع النية في أن يكون هنالك تقليص أيضا أو تراجع في قيمة الدينار بالنسبة للعملات الأجنبية. قرار كهذا لابد أن يأخذ بعين الاعتبار ارتدادات على المدى القصير والتي تخص فئة كبيرة من المواطنين والذين مداخلهم ضعيفة. دوافع الخيار عديدة، وعلى رأسها استقطاب مستثمرين جدد وإنعاش الاقتصاد الوطني، لكن انعكاسات تخفيض قيمة العملة الوطنية على القدرة الشرائية للمواطنين ما تحدد نجاعة القرار من عدمه.